صباح الخير يا شباب. بس ايه، انا صحيت واخي كالعادة، يعني الساعة 8 الا ربع عشان عقبال ما مواصلاتي وبتاع، الموضوع اتأخر. ف ربنا يستر لنا الحاج. بس اول وهنا ست وانا بحاول اعمل نفس بلوج وكده يعني. ابيض بيزك ابيض، وجبت معاه بنطلون اسمه سماه جودرز. انا اسمه ايه والله، ملحوظة، اسمه جوجرز وده غير السويت بانس بتاع الفشل. بس هو بس من تحت. وهنا تحية لأم الصح عشان هي أصرت إن هي تاكل بلطو. لأمي لو شفت حلو في دنيتي فالحلو كله بدعوتك، لو ليا طولة بال أعيش فعشان أنور ضحكتك. إيه ده؟ إيه الطعابة والحلاوة دي؟ أقسم بالله. جاهزونا للعمل. أنا رأيتكم بس أنظر الطلبة وما إجوا على الميكروباص دلوقتي. واحد بيجي على تحس بيجي على اكل عيشك. الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس. لا 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 لا. وكلنا بقى ما نقولش ايه بيتنا مصر. لا لا، هنقول هندي ايه لمصر. عيط عايز اعيط، خمس سنين بس كده عايز اعيط. اخ كل ده في المواصلات ولسه ربع ساعه بتاع المشي. صحافه الوجود ما سكتش من الساعه 9 يكون الدور خامس. يا الله ده بتقفل، لازم ابص المايكرو. المايكرو بقى صوره قطيع اخدت ساعه. يا الله. بعد ما خلص سكشن الحقيقة بسلام الحمد لله، دلوقتي قسم الكيمياء التحليلية. سيبك من الحيوية دي، احسن حاجة في سكشن التحليل الالوان، اللون بيطلع فظيع وبصراحة شغل ممتع. فاخوك طلع اللون بالشكل ده زي ما انت شايف، ده حالي بعد ما طلعت اللون اول واحد في السكشن. بعد كده رحت سكشن الكيمياء الطبية، حرفيا انا بكره السكشن ده، عارف ان ده الكيمياء الحيوية فكك يعني. تعبان. وهنا انا وسامر بنحاول نحكي عشان نطلع الوقت. انا وسامر تعبان تعبت. انا تعبت من اول سكشن وسامر، تعبت فعلا، تعبت. تعبوني لسه الكيمياء الحيوية. انا لسه لك سكشن حلو يا سامر. وهنا سامي كان بيقول على اسم معيد مش هنعرف نطلع اسمه اكيد يعني. ده بيغني ده مش عارف كده. انا تعبت، تعبت بدنيا، تعبت نفسيا، تعبت جسديا، والله تعبت. وده وانا في اخر سكشن وهموت خلاص خلاص، انا بجد خلاص. طبعا زي ما انت شايف انا في عالم تاني خالص، اصلا مش مع الشرح. وهنا وانا اخيرا شفت وقت الجامعه، وزي ما انت شايف انا متبهدل في المواصلات. على فكره ده نزل على الانستجرام بس انت مش متابعني هناك. وهنا وانا مش مصدق ان انا خلاص رجعت البيت بجد. انا شكلي عامل ازاي؟ خلاص انا مش مصدق، كنت رجعت الساعه 5:30. حرام يعني. ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك وفولو وسبسكرايب عشان احبك.